والبرد، اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم املأ قبره عليه خضرا، اللهم املأ قبره عليه خضرا، اللهم املأ قبره عليه خضرا، اللهم افسح له قبره ونور له فيه، اللهم ثبته عند السؤال في القبر، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم اعذه من عذاب النار، اللهم اعذه من عذاب القبر، اللهم اعذه من عذاب القبر، اللهم اجعله ايانا من اهل الجنة يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا له، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، وتقبل دعاءنا له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، لا تجعل لنا جميعا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، برحمتك يا خير الراحمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واغفر لنا ولوالدينا، وأصلحنا وأزواجنا وأولادنا، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واهد أزواجنا وأولادنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم احفظ فروجنا، اللهم ردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ارزقنا عيش السعداء وموت الشهداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. وصلي يا ربنا وسلم وبارك على عبدك محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.